حمدي طبعا من اللعيبه المحترمه اللي انا بحبها جدا، بحب العب جنبها، اقول له ربنا يكرمك ان شاء الله وتفضل دايما متالق كده وهداف. لا جديدة هداف، دي عايز اسمعها منك بقى. هداف طبعا، الراجل جاب جونين الماتش اللي فات. لا حمدي من نوعيه اللعيبه اللي هي بتعرف تهاجم وبتعرف تدافع، بتعرف تعمل الاثنين، فمفيد جدا في الملعب، ووجوده يعني لعيب مهم في الفرقه. ان شاء الله ربنا يكرمه الفتره اللي جايه ويقدر يحقق اهداف اكتر ويفيد الفرقه. كنتوا مع بعض بقى في المعسكرات وكده، ايه اللي بيمتاز بيه بقى؟ ايه الحاجات اللي بيمتاز بيها؟ هو ما بيتكلمش خالص يعني، هو لسه متكلم بقاله مثلا كام ماتش يعني، هو هادي خالص ما بيتكلمش، بس هو في الاوضه على طول قاعد في الاوضه لوحده. من اللعيبه اللي انا بحبها جدا جدا يعني على المستوى الشخصي، ومن اللعيبه الرجاله جدا اللي هو جه النادي الاهلي، جه النادي الاهلي اللي هو يعني دخل في مع الفرقه بشكل سريع جدا، والناس المحترمه، ومن الناس فعلا اللي هو ده اللي يكون موجود في النادي الاهلي يعني. ربنا يوفقه وبتمنى له كل خير ان شاء الله. عمرو الصلاه وصل لك ما بيتكلمش، قاعد في اوضه لوحده ليه كده؟ على طول بيضربني. في التمرين ولا بره التمرين؟ لا بره. بره؟ هو بيضرب اي حد. هزاره ايه؟ اي حد بيضربه. انك قاعد في اوضه لوحده ما بيتكلمش مع حد خالص. تقريبا يعني. بس جميل السلاي. انا بحبه الصراحه. تستريح معاه في الملعب؟ مع كلهم طبعا، بس انا بتكلم على السلاي عشان كان موجود معانا. انا بص